يلا شكرا لك عبد الله. ينضم الينا في الاستوديو السيد فيصل صرخوه الرئيس التنفيذي لكامكو ونائب رئيس مجلس اداره بنك برقان ايضا لنتحدث عن هذا الحضور هذه السنه الحضور القوي ضمن المبادره. يعني كنا عم نحكي قبل الهواء انه هناك حضور كويتي واضح في المبادره هذه السنه الكثير من الشركات. هلا هن دائما بيكونوا موجودين ولكن اليوم نتحدث عن نمو في السعوديه استهدافات في السعوديه. ماذا تستهدفون؟ أين أنتم اليوم؟ أين كامكو اليوم؟ وما هي المستهدفات لنموها بالسوق السعودي؟ أولا شكرا على استضافتنا، ودائما يعني إحنا سعيدين في اللقاء معاكم، ودائما سعيدين في الحضور إلى المؤتمر هذا المميز. يعني اليوم هذا المؤتمر الثامن، وأنا أقدر أقول إن أنا من أول مؤتمر موجود وحاضرت التطورات يعني كلها، من أول مؤتمر ثاني ثالث إلى أن اليوم نشوف احنا هالمؤتمر هذا مثل ما تفضلتي صار في حضور اكثر. يعني اليوم اذا نتكلم على الحضور اللي اتي من الكويت، احنا شفنا يعني كثير جايين من الكويت، واعتقد الكل ينظر الى الفرص اللي 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 تطلع بالمملكه. اليوم احنا نتكلم على فيجن 2030، الفيجن هذه تتبلور اكثر واكثر وتتحقق على ارض الواقع، والانجازات اللي قاعد نشوفها يعني بالمملكه يعني موجودة وحاضرة، وهذا الشيء يخلي مجموعة أكبر من المستثمرين ينظرون لها. فكامكو احنا موجودين من فترة، طبعا كامكو هي أحد يعني شركتنا الأم، وكيبكو القابضة. كيبكو متواجدة بالمملكة من سنين، وأيضا لديها اهتمام كبير للمواصلة. فالسنة هذه يمكن عندنا من 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 كامكو، من برقان، من كيبكو، عدد من شركات موجودة تتواصل مع أصحاب القرار، تتواصل مع الشركات المميزة، مع الفرص الموجودة. فبالنسبة لنا مواصلة لهذا. ما دمنا نتحدث عن ذلك، أين تكمن أبرز الفرص في هذه المرحلة؟ طبعا إحنا اليوم في مرحلة جيوسياسية صعبة، لكن دائما الانتقال من مرحلة لأخرى. اليوم معدلات التضخم العالمية تحت التحكم بشكل أكبر، معدلات الفائدة راح تنخفض بالمرحلة المقبلة. طبعا المؤتمر أمس يعني سمعنا أمس لما نرفعوا الأيادي يعني ما كان في يعني في كان توقعات كبيرة إنه يكون في تخفيضين بس، وبعدين توقفوا، وفي ناس قالوا ما في تخفيضات، وفي ناس قالوا في 4 تخفيضات السنة الجاية. فللأمانة يعني هذا احنا ما نبي نتكلم في علم الغيب، لكن الأسواق بشكل عام تمتص هذه المعلومات ما قبل الحدث. فاليوم لما صار في التخفيض الأخير ما شفنا أسواق تتحرك بالشكل اللي الناس شافوه. فتذبذب الأسواق بالمنطقة يمكن ليس يعني تأثيره كان أكثر جيوسياسي، لأن الأحداث الأخيرة كانت صعبة جدا، هي اللي عم بتأثر أكثر، هي اللي قاعدة تأثر ليس الفائدة. الفائدة طبعا نزولها راح يأثر بشكل كبير. تفضلتي إن في مشاريع، وفي كثير من المشاريع بالمنطقة اليوم، الكرينات موجودة في كل دول الخليج، السيولة موجودة في كل دول الخليج. لا ننسى أن احنا المنطقة فيها أحد أكثر يوثفل أو أكثر منطقة فيها شباب، أكثر يعني ثلث الطاقة العالمية موجودة في المنطقة. عندما نتحدث عن هؤلاء الشباب ونتحدث عن استراتيجية النمو، إلى أي درجة هناك رغبة في إيجاد فرص عمل داخل المنطقة وفتح المزيد من الفروع خلينا نقول لشركاتكم المختلفة؟ طبعا الأساس في المنطقة هي دول المنطقة وحكومات المنطقة، مع الإصلاحات، مع إشراك القطاع الخاص، مع تفعيل الاستثمار في المنطقة، وهذا يولد الفرص للعمل، لفرص الوظيفية، بالإضافة إلى فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبيرة تتطور أيضا، وبالمقابل أيضا المصارف، شركات الاستثمار، فكلها تتعاون في توليد هذه الفرص، في توفير الوظائف، في تطوير القطاع الاقتصادي. نعم. طيب هذا بالنسبة لكامكو. خلينا نحكي شوي على بنك برقان. يعني حضرتك عم تقول لي إنه كمان متواجدين هون. صحيح. هل هناك رغبة، هل هناك نية في التوسع في السعودية، ولا كمان بحديثنا داخل السوق الكويتي اليوم بنك برقان منه من أكبر البنوك في هذه المرحلة، كيف ننظر إليه وخطط التوسع لديه؟ طبعا بنك برقان متواجد في عدد من الأسواق، سوق الرئيسي الكويت، لكن اليوم لدى البنك يعني مصرف في الجزائر،
لدى البنك مصرف في تونس، لدى البنك مصرف وإدارة أيضا في تركيا، بالإضافة إلى شركات زميلة بالمصارف. فالبنك متواجد إقليميا بشكل كبير، والسعودية اليوم لا ننسى أن البنك بنك برقان مقبل على حدث هو استحواذ على بنك الخليج المتحد في البحرين، والبنك الخليج المتحد في البحرين يتملك حصة كبيرة في كامكو، أو حصة مؤثرة كبيرة في كامكو. موافقات المبدئية أخذت، يعني مقبلين على خطوة يصير فيها توسيع أكثر أيضا لبنك برقان. فاليوم بنك برقان كبنك كمصرف ينظر للمملكة بشكل جدي. فهذه يعني الخطوات يعني اللي موجودة بالمرحلة. إضافة إلى هذه الخطوة بالاستحواذ، هل هناك خطط إضافية بالمستقبل للاستحواذ والشركات؟ والله دائما مفتوحين للاستحواذ والشركات. اليوم المؤتمر هذا يفتح، يعطي الفرصة أكثر للتواصل مع جهات مختلفة محلية إقليمية عالمية للتواصل للشركات. لدينا بعض الخطط للشركات في كامكو، ولدينا بعض الخطط للشركات. ما رح تقلنا شيء منهم؟ والله يعني دائما احنا نقول مثل ما يقولون، يعني خلي يطلع الخبر ونروح، وما شاء الله الكومبلاينس موجود في كل مكان يعني. شكرا لك. شكرا سيد فيصل صرخو، الرئيس التنفيذي لكامكو ونائب رئيس مجلس إدارة بنك برقان، كنت معنا من مبادرة مستقبل للاستثمار. نعود الآن إلى عبد الله وصحبه.